لما خرجوا تظاهرات في عام 2019 أستاذ علي، وبالتالي بكلام طيب وتعهدات من قبل شخصيات تمثل رأس السلطة في الدولة العراقية، رجعوا إلى بيوتهم، لكنه ليش هسه رجعت تظاهراتهم في هذا الوقت؟ لأنه هذه الحكومة تعودت على الوعود الكاذبة وعلى أبر التخدير باللغة الدارجة. يعني نحن نلاحظ أن هذه الحكومة مع الأسف الشديد لم تكن تعهد حكومية فقط لدولة الرئيس ولحكومته الكريمة تتعامل إعلاميا مع الأزمات. البرلمان السابق تعهد لهم مع هذه الأزمات، البرلمان السابق ورئيس البرلمان السابق تعهد لهم بأنهم مطالبهم راح تكون مجابة، وعليه أنه ارجعوا لبيوتكم. احنا نؤمن بقضية الفصل بين السلطات ولا نتعامل بالخلط بين السلطات. رئيس البرلمان السابق الذي هو ما زال باقي ويتمدد في البرلمان الحالي هو يعتمد على رؤية الحكومة، رؤية الحكومة بصورة عامة على لسان وزير ماليتها وعلى لسان رئيس حكومتها تقول بأن لدينا ثقل كبير من الموظفين ولدينا تجاوز ملحوظ بعددهم في ملاك الدولة العراقية، وهكذا عدد لا تتحمله ميزانية الدولة، وبالتالي فهي فرضت على نفسها بعدم فتح باب التعيين. وهنا ملاحظة مهمة، يجب على الحكومة أن تفصل بين رؤيتها بالتعيين للوظائف المدنية وبين رؤيتها للتعيين بالوظائف العسكرية. الوظائف العسكرية تختلف جذريا عن الوظائف المدنية لأنها أشبه بالمحرقة، فيها استشهاد، فيها جرح، فيها مرض، طيب. فيها جهد بدني. خليني بهذا التفريق أيضا أنتقل إلى سؤال آخر. الحكومة الآن جاي تنظر بعين واحدة لكلا النوعين. قوانين الخدمة والتقاعد يجب أن يعاد النظر بها. طيب. يجب أن لا يتساوى سن التقاعد الإجباري والاختياري بين الموظف المدني والموظف العسكري. هناك خلل في إدارة الأزمة وتراكمات سوف تكسر ظهر الحكومة هذه. طيب. والحكومة التي ستتشكل مهما كانت قوة الحكومة القادمة، لدينا من التراكمات الكثيرة التي لن تبقي ولا تدر. طيب. لأي حكومة قادمة.